ولو قال قائل قد قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: لقنوا موتاكم، وعند النسائي: لقنوا هلكاكم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولم يذكر محمد رسول الله. فالجواب عن هذا أن شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها ضمنا شهادة أن محمد رسول الله، فأصبحت كل واحدة من هاتين الشهادتين علما على الأخرى ودليلا على الأخرى.